موجودين في محافظة الغربية وبالتحديد مدينة طنطا، اللي بدأت بزراعة الأشجار في الشوارع وكمان المدارس، تنفيذ لمبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون شجرة. شوارع طنطا شكلها بقى جميل جدا مع الشجر اللي المسؤولين عملوه في المدينة كلها، ولقينا كل المسؤولين بيساعدوا ان هم يزرعوا شجرة. حتى انا النهاردة نزلت علشان نحاول ان احنا نزرع شجرة وكده ويبقى المنظر احسن للمدينة. مبادرة 100 مليون شجرة هي حاجة كويسة في البلد بسبب عوادم السيارات ومش عارفة ايه، فثاني اكسيد الكربون بقى كتير وبقى يأثر على الناس بشكل غير طبيعي، فالشجر اكيد هيمتص كل العوادم ديت ويدينا الاكسجين، حاجة صحية. عارفين ان الشجر بيزود نسبة الاكسجين وبيمنع الاحتباس الحراري، جابوا لنا في المدرسة شجر وعملوا لنا ندوات عن 100 مليون شجرة وعملوا مبادرة تحضر للاخضر وزرعوا برضك شجر في الشارع مخلي شكل الشارع حلو زي ما انتم شايفين. الاشجار يعني شغاله طبعا معانا كتنقيه هواء ومنظر جمالي، وبعدين دي حاجه للبيئه اولا، مش موضوع ان انا بزرع شجره منظر، لا، حته الهواء النظيف نفسه اللي بيطلع والاكسجين والحاجه الكويسه ده بيفرق معانا كبني ادم. وانا مبسوط جدا بمبادره 100 مليون شجره دي لانها بجد حاجه كويسه، وريت الشباب اللي بره المبادره يشارك.